السلام عليكم متابعين قناة فيروس سيفن اكس، حلقة جديدة معاكم اخوكم من السيتو. النهاردة ان شاء الله يا شباب الحلقة الثالثة من كورس برمجة تطبيقات الاندرويد من خلال لغة البايثون. الناس اللي شافت الحلقة الثانية اتكلمت فيها باختصار عن ازاي تعمل ايقونة، لما بتدوس عليها بتعمل لك اكتر من ايقونة تانية، وكل ايقونة مثلا بتحدد جنب منها اسم زي ما اتكلمت في الحلقة اللي فاتت بالظبط. ولكن ناس كثيرة جدا طلبت مني ايقونات جاهزة، تمام؟ فانا رفعت لكم سكريبت بسيط جدا على القناة بتاعتنا على التليجرام، في اكتر من 500 ايقونة جاهزة، وفي سيرش كمان تقدر تبحث عن اي حاجة انت عايزها. تنسخ بس الكود، بتبدا ان انت تحطه في الابلكيشن بتاعك وبتحط على طول الايقونه اللي انت عايزها، تمام؟ طيب فده السكريبت ده في القناه بتاعتنا على التليجرام، ورابط القناه هتلاقيه في الديسكربشن. النقطه الثانيه اللي هي حلقه النهارده ان شاء الله هنتكلم بقى عن ازاي برضو تعمل باتون وتقدر ان انت تحركه في اي مكان في الشاشه وتتحكم في شكل الباتون ده، تمام؟ طيب ففي ناس كتيره جدا برضو طلبت مني الطلب ده، وناس طلبت مني برضو طلب ثاني اللي هو ازاي بقى نحول السكريبت ده لبرنامج اي بي كي ابلكيشن بيشتغل على اندرويد. فحابب اقول لكم ان انا ان شاء الله هشرح كل ده، لكن في الوقت المناسب. انا ان شاء الله كل حاجه هتطلبوها اشرحها، بس مع الوقت في اولويات لازم نشرحها الاول، بعد كده نروح للمرحله دي، تمام؟ فعشان وقت الفيديو تعالوا نطلع فاصل بسيط ونشوف شرح النهارده عامل ازاي. يلا بينا يا شباب نبدا الشرح على طول. حلقه النهارده مهمه جدا، فيا ريت تركزوا معايا، تمام؟ اول حاجه الحاجات دي اللي احنا خدناها في الحلقه اللي فاتت، هنبدا بس نعمل فاريبل، تمام؟ نسميه v7x، ونقول ان v7x ده بيساوي 3 سنجل كوتيشن، ننزل تحت شويه 3 سنجل كوتيشن، تمام؟ بعملها تاني عشان ما تنساش وتتمرنوا عليها، تمام؟ طيب هناخد النهارده حاجه اسمها float، تمام؟ layout بالشكل ده out، تمام؟ طيب الفلوت لي اوت ده باختصار حاجه انت بتجيبها منين؟ خلينا نروح على البراوزر كده ونشوف. دي كلها حاجات تقدر تستخدمها من هنا للفلوت لي اوت، تمام؟ تقدر تستخدم كل ده. طيب ده باختصار ايه؟ ده باختصار هيساعدك في ان انت تعمل ايقونه، مثلا لما تدوس على الابلكيشن او على ايقونه كده تظهر لك ايقونه او صوره معينه تدوس عليها بيكون فيها اسم معين او بتنقلك لحاجه معينه، تمام؟ طيب بنعملها منين؟ من الفلوت لي اوت. طيب هنبدا نشتغل عليها ازاي؟ تقدر تنسخ بقى اي واحده من دول، تمام؟ طيب فانا على سبيل المثال مثلا هشتغل على ام دي فيل راوند بالشكل ده فلات باتون، تمام؟ طيب نعدل بس في الاول الدي دي كده نخليها كابيتال بالشكل ده، ام دي فيل راوند فلات باتون، تمام؟ طيب هنبدا دلوقتي نشتغل على الفلات باتون ده، هنيجي تحت كده، تمام؟ هناخد تاب وهنبدا بقى نحدد في الباتون ده، هنبدا ان احنا مثلا نحط رساله معينه. فخلينا بس في الاول نجرب كده ونشوف شغال ولا لا، عشان لو في اي تعديل نبدا نعمله. زي ما احنا شايفين عمل لنا هنا باتون تحت خالص. طيب لو عايزين بقى نعدله ونشكل فيه زي ما احنا عايزين هنعملها ازاي؟ اول حاجه في الام دي فلات باتون ده بنبدا نحدد اي حاجه احنا عايزينها، زي ايه مثلا؟ زي تكست، تمام؟ دي كده نظام نص بنحطه. طيب النص اللي هنحطه هنكتب مثلا فيروس بالشكل ده، تمام؟ 7x مثلا، تمام؟ نرنه ونشوف، هيبدا ان هو يجيب لنا فيروس 7x باتون بالشكل ده. طيب هنسيبه مكانه كده ولا عايزين نحركه في اي مكان احنا عايزينه؟ نقدر نحركه في اي مكان احنا عايزينه. طيب هنحركه ازاي؟ هنبدا ان احنا نروح لحاجه ثانيه اسمها بوزيشن، تمام؟ بي او اس اختصار ليها، تمام؟ طيب وهنبدا ان احنا نحدد مثلا احنا عايزينه في اليمين شويه في الشمال شويه، عندنا مثلا يمين وشمال، تمام؟ اللي هي اول واحده، فاحنا هنخليها مثلا في اول واحده نقول 400، تمام؟ بالشكل ده، والطول، تمام؟ يعني فوق وتحت، هنبدا ان احنا نخليها مثلا 1000 بالشكل ده، تمام؟ او 900 او زي ما انت عايز. هنخليها مثلا كده، نبدا ان احنا نحدد البوزيشن ده ونبدا ان احنا نرن ونشوف بحيث ان احنا نفهم هي راحت فين. دلوقتي هي كده جت في النص، تمام؟ لو انت عايزها في النص قوي هوضح لك برضو ازاي تخليها في النص. هنبدا نرجع تاني، نبدا نلغي دي كده، تمام؟ بالشكل ده، بس احنا بدل ما نكتب بوس بعد كده نبدا ان احنا نحدد بالارقام والجوده، او لو عايزين نخليها في النص على طول، يعني انا دلوقتي مثلا اقدر احركها يمين وشمال بالارقام دي، ولكن لو انا عايز احطها في النص بالظبط هبدا ان انا اعمل بوس بعد كده اندرسكور بعد كده هنت، تمام؟ بعد كده هبدا ان انا احط لها القيمه دي. طيب ايه هي القيمه اللي انا احطها هنا بقى؟ اول حاجه هبدا ان انا افتح القوسين دول، تمام؟ جوه منهم هبدا ان انا افتح احط السنجل كوتيشن بالشكل ده، بعد كده هبدا ان انا اجي جوه السنجل كوتيشن وابدا ان انا اقول سنتر بالشكل ده، تمام؟ اندرسكور بعد كده اكس، اكس ده اللي هو العرض يمين وشمال، تمام؟ طيب عندنا الواي اللي هو الارتفاع، فهنبدا ان احنا نحدد برضو الارتفاع. هنيجي هنا كده وهندي له قيمه بسيطه نقول له 5، تمام؟ بعد كده نعمل فاصله ونبدا نعمل السنجل كوتيشن تاني ونقول له سنتر بالشكل ده اندرسكور واي اللي هو الارتفاع، بعد كده هنقول له بعد منها
نقفل برضو السنجل كوتيشن، بعد كده هنديها قيمة تاني، تمام كده؟ طيب فاحنا كده حددنا دي، نبدأ ان احنا نران ونشوف الاختلاف عامل ازاي. طبعا هي جت معانا كده في النص، خلاص احنا كده حددنا ان هي تيجي في النص. طيب المهم جدا هنا والمفروض تركز معايا جدا فيه، ان لو انت بقى عاوز تغير مثلا حاجة زي ان انت تحط الكالر معين، او ان انت تحط لون للنص ولون مثلا للخلفية اللي ورا، فلو جينا مثلا نبص هنا هتلاقي النص مثلا بالابيض والخلفية بالازرق، فاحنا ازاي نغير اللون ده؟ تمام. طيب عندنا حاجة اسمها تكست كالر، تمام. هنبدأ نقول له تكست بالشكل ده underscore، بعد كده كالر، تمام. بعد كده هنحط له قيمة، القيمة بتاعت التكست ده هتكون ايه؟ مثلا احنا عندنا في الكيفي بتبدأ ان انت تلون بالارقام، وطبعا قصة الالوان دي انا هشرحها لوحدها في حلقة لانها محتاجة يعني شرح مفصل شوية، عشان هي مختلفة شوية عن لغة البايثون الاساسية. فمثلا لو انا عاوز الون احط لون عشوائي، هبدأ ان انا اقول 0 بعد كده فاصلة بعد كده 0 بعد كده 1 بعد كده 1، ده لون عشوائي، تمام. طيب فابدأ ان انا احدد اول لون كده، وابدأ ان انا ادوس على انتر بحيث ان انا اجرب. زي ما انتم شايفين اللون معايا بقى ازرق. طيب جميل جدا كده احنا غيرنا اللون، تقدر بقى تلعب في الارقام هنا. طيب لو عايزين بقى نغير الخلفيه، يعني مثلا الخلفيه اللي احنا لونها ازرق دي، لو احنا عايزين نغيرها بنعمل ام دي اندرسكور بعد كده بي جي اختصار للباك جراوند بعد كده كولر بالشكل ده، تمام. طيب بعد كده بنحط قيمه، مثلا ممكن نقول 0.1 مثلا فاصله مثلا 0.1، تمام كده بالشكل ده، بحيث ان احنا نعكس الالوان زي ما احنا شايفين هيبقى لونها مثلا اخضر والنص مثلا بالازرق. فهنا بقى بتقدر انت تغير الارقام اللي انت عايزها دي. طيب عايزين حاجه يعني عمليه اكتر من كده شويه، لو انا مثلا واحد قال لي عاوز احط حاجه تانية معاها، هل اقدر احط حاجه تانية معاها؟ مفيش اي مشكله، تعال نشوف امثله عشان نشتغل عليها عشان برضو تبقوا انتوا فاهمين. لو انا مثلا عاوز احط صوره زي دي، تمام، زي ما انت شايف هنا بقول لك هنا ان انت تقدر تحط ايكون، وان انت تقدر تحدد الباس بتاعها او المسار بتاعها بالشكل ده. طب ما تيجوا كده نجرب ونشوف ازاي نحطها. بقول لك اول حاجه بتحط الام دي ايكون بوتن، تمام، اللي هو ده كده، ونبدا ان احنا ناخده كوبي. الموقع ده بتاع كيفي على فكره، الموقع الرسمي هسيبه لكم في الديسكربشن. بنيجي هنا وبنرجع كده، تمام، لحد قصاد الام اللي فوق دي اللي هي الام دي، تمام، وبنيجي تحت منها على طول بنبدا ان احنا نحط الثانيه دي كده، تمام، بنحط لها قيمه، بعد كده بنبدا ان احنا نشتغل عليها، تمام. طيب هنشتغل على ايه بقى؟ خلينا نحدد الايكون. بيقول لك هنا هتحدد الايكون بعد كده المسار ما بين دبل كوتيشن. طيب مفيش اي مشكله، سهله جدا، ايكون، تمام، بعد كده النقطتين. هنجيب المسار منين او هنحدد مسار ازاي؟ انا عن نفسي مجهز صوره وحاططها على الاس دي كارد. هنبدا ان احنا نشوف الصوره مع بعض كده، اهي الصوره انا محددها مسميها v7x.jpg، تمام. فانا عايز احدد الصوره دي ايقونه مثلا، هبدا ان انا اجي هنا وابدا ان انا اعمل سلاش بعد كده اس دي كارد، تمام، الناس اللي متابعه الترموكس اس دي كارد، بعد كده هنكتب v7x اللي هو الامتداد بتاع الصوره جي بي جي، تمام. طيب فهنبدا ان احنا نجرب ونشوف، تمام، هنبدا ان احنا ندوس على انتر ونشوف دلوقتي ظهرت معانا الصوره تحت هنا. طيب نعيد نفس السيناريو تاني، لو عايزين نطلع الصوره دي مثلا جنب فيروس 7x نقدر ولا لا؟ هنا بقى هنحتاج الارقام، ان احنا نشتغل بالارقام نحركها زي ما احنا عايزين، تمام. طيب ازاي بقى هنحركها في الاماكن مثلا في الشاشه يمين شمال فوق تحت؟ هنبدا ان احنا نقول بوس اللي هي بوزيشن، تمام، وهنبدا ان احنا نقول مثلا رقم معين، خلينا نحددها بطريقه عشوائيه مثلا 450، تمام، تحت منها لان الثانيه كانت 450 ومثلا 800، تمام، بحيث ان احنا نشوف هتشتغل معانا على كده ولا لا. فخلينا نجرب، زي ما احنا شايفين جت معايا، عاوز مثلا اجيبها يمين شويه، فهبدا ان انا اجي هنا كده على 450 وهبدا ان انا اخليهم مثلا 480 بالشكل ده، فهمتوا قصدي؟ بحيث ان انا احركها يمين وشمال زي ما انا عايز. طبعا انت بقى بتظبطها، عاوز تطلعها مثلا فوق او تنزلها تحت شويه، نزلها تحت شويه مثلا نخليها 700 بالشكل ده، تمام، هتبدا ان هي تنزل معانا تحت شويه. تقدر بقى تكبرها وتصغرها والحاجات دي، وبرده نفس الفكره بالظبط، لو احنا مثلا عايزين نكبر زي ما انتم شايفين هنا برده، تبدا ان انت تاخد الام دي ايكون بوتون وبتبدا ان انت تحدد برده الشكل، وتقدر تحط ايقونات جاهزه على فكره، يعني مش شرط تحط صوره من عندك، يعني مثلا ممكن زي الحلقه اللي فاتت كده بدل ما تحط ايقونه من عندك انت، لا ممكن تاخد الايقونه بتاعه الاندرويد دي وتحطها تحت منها، فهمت الفكره؟ بنفس الفكره بالظبط. وطبعا الايقونات في عدد كبير جدا منها سبت لكم على التليجرام، يعني اي
هتكون هتعجبك. بتاخد الكود وبتبدا ان انت تشتغل وتعدل عليه بس، تمام كده؟ يبقى احنا كده في حلقه النهارده فهمنا ازاي نبدا ان احنا نعمل ايقونه او باتن معين ونبدا ان احنا نشوف حاجات يعني بالشكل ده. ده طبعا تقدر تحدده وتقدر تعمل خلفيه منه، تقدر مثلا تظبط الالوان، تقدر تعدل لون النص من لون الباك جراوند والحاجات دي كلها، تمام؟ السكريبت ده ان شاء الله هسيبه لكم في الديسكربشن برضو عشان الناس اللي هي واجهها مثلا مشاكل في الاخطاء الكتابيه والجو ده. فانا هسيب لكم السكريبت، بس انت بغير المسار بتاع الصوره واحط انت ايقونه زي ما انت عايز، تمام كده؟ فده باختصار الفيديو، بتمنى يكون عجبكم. يا ريت يا شباب تدعمونا باللايك سبسكرايب عشان نكمل في الكورس. لو عجبك الفيديو اعمل له شير لزمالك عشان كل يستفيد، وما تنساش تفعل الجرس بتاع الاشعارات عشان يوصلك شعار بكل فيديو جديد، ونشوفكم في حلقه جديده من قناه فيروس 7X. السلام عليكم.